بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم طلبه جريد 4 في قناتكم ليتس ليرن. وحشتوني جدا جدا جدا، يا رب تكونوا كلكم بخير. ازيك يا امير؟ عامل ايه يا محمد؟ وانت يا مي ورؤى وركان وردينا؟ مش عايزه اي انسى اي حد من اصدقائنا. كلكم عاملين ايه النهارده؟ مع ميعاد مع ليسون 5 بيتكلم عن اكتيفيتي 12، هاو فيش بريث، ازاي الفيش بيستعمل بريث، يعني بتعمل ايه بريث. قول ورايا بريث يعني تتنفس. هاو فيش بريث، ازاي السمكه عندنا بيعمل لها بريث. بيقول لي في كتاب المعاصر كان يو ستي اند بريث اندر ووتر اول ذا تايم. انت يا محمد هل تقدر تعمل بريث، تتنفس تحت الميه كل الوقت؟ يلا جاوب يا محمد، اتفضل الاجابه معاك. ايوه يا مس. لا طبعا يا مس، اكيد نو، انا ما اقدرش اعمل بريث ابدا اندر ووتر اول ذا تايم في كل الوقت، انا ما اقدرش ابدا يا مس. يبقى الاجابه عندي ايه؟ نو. الاجابه عندي ايه؟ نو. كان فيش ستي اند بريث اندر ووتر اول ذا تايم يا ماي؟ ماي يلا بينا حبيبتي، يلا بينا نجاوب السؤال ده. هل السمكة تقدر تعيش بريث أو تتنفس أندر ووتر أول تايم؟ يلا جاوب يا مي. أيوة إجابتك صح يا مي، يس يا مي. أصلا يا مس الفيش عايشة فين؟ ليف إن ووتر، فأكيد بريث إن أندر ووتر، بتتنفس طول الوقت فين؟ في المي. هيومن كان بريث أند سرفايف أون لاند، الإنسان ممكن يقدر يعيش ويبقى فين؟ في اللاند، لاند يعني الأرض، لاند يعني الأرض. But not under the water، ولكن ما يقدرش يعيش في الووتر. While fish، ولكن الفيش can breathe، ممكن تتنفس and survive، وكمان تكمل حياتها under water but not on land، ولكن مش تحت، مش على الأرض. Now we will study how fish have adapted to live under water. احنا دلوقتي هنحاول ندرس ازاي السمكة live under water، تقدر تعيش في تحت المية. Adaptation of fish to breathe under water، ازاي الفيش بتعمل او تقدر تعمل adaptation under water تحت المية. Fish have gills، قولوا معايا gills. gills gills يعني ايه؟ gills يعني خياشيم. شايفين المنظر ده؟ لا لا يا مس، لا انا ما اقدرش اشوف المنظر ده. لا 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 لا، ده منظر كويس احنا كلنا بنشوفه، وماما بتعمل السمك عندنا في البيت. دي اسمها جيلز. يعني ايه جيلز يا مس؟ يعني خياشيم. معناها ايه جيلز؟ جيلز. فيش هاف جيلز تو بريث، عشان تتنفس، انستد اوف لونج ان هيومن، الانسان احنا عندنا لونجز، عندنا رئه او رئتين ان هيومن. اما الفيش عندها ايه؟ عندها جيلز اللي هي مين؟ الخياشيم. جيلز ار فاوند اون ذا سايدز اوف فيش هيد، ايوه صح يا مس، ده انا بشوف ان ليها تو جيلز، عندها اتنين جيلز، واحده من الناحيه دي والتانيه من الناحيه اللي نايمه عليها. اكيد انت صح، يو ار رايت امير، هي عندها تو جيلز موجودين on the side of a fish head، عند رأس السمكة. ادي رأس السمكة عندها جيل هنا وعندها جيل الناحية التانية. under bony flaps that have the ability to open and close، وكمان عندها حاجة تانية، عندها flaps. يعني ايه flaps؟ bony flaps يعني عظمة، عندها عظمة تقدر تفتح وتقفل كده، زي عاملة زي الدور، عاملة زي الباب. يبقى الفيش عندها ايه؟ عندها حاجتين، جيلز وكمان عندها بوني فلابز. طب البوني فلابز دي بتعمل ايه؟ open and close يا مس، بتقفل وبتفتح. water enters the mouth، المية بتخش او بتدخل الفم بتاع السمكة، يعني الووتر، الووتر هنا كده بتدخل الماوس بتاع مين؟ الفيش. and passes across the gills، وبتعدي كده جوه السمكة، وبتروح فين؟ وبتروح عند الجيلز. طب وبعدين يا مس؟ احنا كلنا لما ماما بتيجي تنظف السمك بيبقى فيه blood، دم هنا عند الجيلز. طب ايه البلد ده يا مس؟ ده البلد فيسلز. احنا قلنا البلد فيسلز عبارة عن ايه؟ يا مس ده انت حضرتك قلتي في الليسون بتاع الديجستيف سيستم ان البلد فيسلز دي، وخدناها كمان عند البنجوينز، ان البلد فيسلز دي عبارة عن تيوبز شايلة مين؟ شايلة البلد. طب بتعمل ايه؟ اخدناها في البنجوينز. مين فاكر بتعمل ايه
البينجوينز. ايوه اتفضل يا ركان. بتعمل ايه البلود في البينجوينز؟ ده بتعمل وورمنج للفيت يا مس، ده بتعمل وورمنج تدفئه للرجل بتاعت البينجوينز. برافو عليك يا ركان. طب رودينا، انت فاكره احنا اخدنا البلود فيسلز دي كمان اخدناها في الدايجستيف سيستم؟ ايوه يا مس انا افتكرت اخدناها يا مس. ان هي موجوده فين؟ موجوده يا مس مش في الدايجستيف، اخدناها موجوده في الريسبيراتوري. بتعمل ايه يا رودينا في الريسبيراتوري؟ حضرتك قلتي ان هي موجوده في اللونج. بتعمل ايه في اللونج؟ هي بتاخد من الاكسجين، بتاخد الاكسجين من اللونج وبتديه لمين؟ للبلاد. يو ار اكسلنت رودينا، برافو عليكي. يبقى البلاد فيسلز دي الاوعية الدموية دي جواها البلاد، وبتاخد الاكسجين من مين؟ من اللونج. من مين في اللونج؟ مين فاكر؟ مين فاكر اسم الاورجانز اللي موجود في اللونج اللي جواها الاكسجين؟ انا يا مس. اتفضلي يا مي. الاير ساكس يا مي، الاير ساكس يا مس. ايوه برافو عليكم يا مي. الاكياس الهوائيه اللي موجوده في اللنج بيبقى جواها الاكسجين، وبتدي الاكسجين للبلاد فيسلز توديها لكل الجسم. نفس البلاد فيسلز اللي عندنا هي اللي موجوده عند مين؟ هي اللي موجوده في الفيش. طب وبعدين يا مس؟ احنا قلنا ان الووتر بيخش جوه بق السمكه. طب وبعد ما يخش جوه بق السمكه يا مس بيعدي يروح للجيلز. طب والجيلز دي فيها مين يا مس؟ ده فيها البلاد فيسلز. طب ومال البلاد فيسلز؟ كل قصة البلاد فيسلز ان هي بتعمل اكستراكت، يعني بتستخلص الاكسجين، بتعرف تاخد الاكسجين من الاير سواء عند الانسان، من الاير اللي هو تنفسه او من الووتر. ايه ده يا مس؟ هي الووتر فيها اكسجين زي الاير؟ الووتر جواها، الووتر جواها اكسجين، الووتر جواها ايه؟ اكسجين. وكمان مين جواه اكسجين؟ وكمان يا مس الاير اللي انا بتنفسه جواه الغاز الحلو العسوله ده اللي اسمه ايه؟ اللي اسمه اكسجين. يبقى الووتر جواه اكسجين والاير جواها اكسجين. طب الووتر عند الفيش، اما الاير عند الهيومن. مين اللي بياخد الووتر عند الفيش؟ البلاد فيسلز. برافو عليكم. بتقدر تاخد البلاد فيسلز دي، عندها قدره رهيبه ان هي تاخد من الووتر الاكسجين. طب وبعد ما بتاخده من الاكسجين carry oxygen gas to the rest of the body الى باقي الجسم. طب تهتو؟ لا يا مس احنا مش تهنا، بس ممكن حضرتك تعيد الجزئية دي تاني. اوكي يلا بينا نعيدها تاني، نمسح كل اللخبطشن دي ونعيد الجزئية دي تاني. يلا بينا نجيب قلم كده لونه حلو، قلم نغير لون القلم علشان حبايبنا جريد فور. نبدأ من الأول. الفيش لها جيلز. أوكي يا مس أنا معاكي إن الفيش لها جيلز. الجيلز بتاعتها حضرتك قلتي إن هي دي اللي ماما إيه بتنظفها لما بتاكل سمك. إيه بتحبوا السمك؟ يس أي لاف فيش، أنا بحب جدا السمك. طب يلا جيلز، الجيلز دي بتعمل إيه؟ قلنا إن الووتر بيدخل انتر فين؟ في الماوس بتاع الفيش، بيخش بق السمكه. طب وبعد كده يفضل يمشي 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 الووتر لغايه ما يوصل للجيلز. استقر هنا استاذ ووتر، اوعى تتحرك من الجيلز، ده الجيلز عايزه منك حاجه. حاضر انا هسمع الكلام. الووتر يفضل في الجيلز. طب وبعد كده الجيلز دي بتعمل ايه؟ الجيلز دي يا مس عندها قدره رهيبه، هي بطلة، بتعرف تعمل ايه؟ بتاخد الاكسجين. مين الاكسجين؟ ده الاكسجين جاز يا مس حبيبنا اللي احنا عايزينه نتنفسه، صح. والفش كمان بتعمل له ايه؟ بريث، هي عايزاه، هي عايزة تتنفسه. يبقى الاكسجين الجيلز بتعرف تاخد او اكستراكت، تستخلص الاكسجين من الووتر. قلنا الووتر فيه اكسجين والاير فيه ايه؟ فيه اكسجين برضو. كمان بعد كده بعد ما اخدته عندها شوية بلاد اسمهم بلاد فيسلز، اوعية دموية، بيمسكوا الاكسجين ده ويقولوا له يلا بينا هنوديك رحلة. فين الرحلة دي؟ ايوه الرحلة دي لكل البادي بتاع الفيش. يا انها رحلات ممتعة. يبقى الووتر انتر ذا ماوس اوف ذا فيش اند باسز اكروس ذا جيلز
The blood vessels and the gills carry oxygen gas to the rest of the body. طب يلا بينا كده نفتكر هو الهيومنز كان بيعمل ايه؟ ايوه تيجي نرسم رسم بسيط كده. ادي الهيومن نرسم يعني على الرسم. الهيومن اخد الاير وبعد ما اخد الاير هياخده فين؟ في النوز. طب وبعد ما اخده في النوز دخله على المين؟ ايوه يا ميس ده دخله على حته كان اسمها ايه؟ كان اسمها ثروت. ثروت او مين؟ او الفرينكس. طب وبعد ما عدت على الفرينكس راحت فين؟ راحت التراكيا. ايوه بالظبط ده هي دخلت في التراكيا وبعد التراكيا راحت اللونج. ايوه وفي اللونج ايه اللي حصل لها؟ اللونج يا مس كان فيها بلود فيسلز وكان فيها كمان اير ساكس الاكياس الهوائيه اللي قلنا عليها. الاير ساكس دي احنا كان موجود فيها الاير اللي احنا دخلناه من النوز. طب ايه اللي حصل؟ الاير ساكس دي ادت الاكسجين للبلود فيسلز وزي ما الفش البلود فيسلز اللي جواها اخدت الاكسجين في رحله للبادي، البلود فيسلز اللي جوه اللونج هتاخد الاكسجين اللي احنا دخلناه فين؟ لاول بادي. يور ار اكسلنت جريد فور. طب يلا بينا نكمل. فيش يوز جيلز تو تيك اكسجين جاز. الفش بتستخدم الجيلز تو تيك اكسجين علشان تاخد الاكسجين out of the water من الووتر and release carbon dioxide وكمان بتطلع الغاز الوحش اللي احنا مش عايزينه. الكربون دايوكسيد جاز احنا قلنا ان احنا مش عايزينه احنا هنطرده بره. يلا اطلع بره. هيطلع عن طريق مين؟ عن طريق برضو الجاز. زي ما اخدت الاكسجين هتعمل ريلايز. ريلايز يعني تخرج. تخرج مين؟ هتخرج الكربون دايوكسيد جاز. So gills are unique structural adaptation. صح يا مس دي مش behavioral دي structural. ليه؟ عشان انا بتكلم عن part جزء من ايه؟ البادي بتاع الفش. يبقى اكيد دي يا مس not behavioral adaptation it's structural adaptation. برافو عليكم. That allow fish to live and breathe underwater. يبقى الجيلز ايه؟ ايه الاستفادة بتاعتها؟ هي عبارة عن structural adaptation بتسمح allow للفش to live and breathe underwater. Note, water pollution impacts the fish that live nearby. So, fish need clean water to survive as we need it to breathe clean air to stay healthy. بيقول لي ان الwater pollution التلوث بتاع المية تلوث الwater impact بيأثر على الفش او بيضر الفش اللي هي بتعيش بالقرب منه. لذلك الفش need clean water هي عايزة مية نظيفة أو مية نظيفة أو مية صالحة to survive علشان تبقى. زي الإنسان بالظبط زي الهيومن نيد بيحتاج breathe إنه يتنفس clean air هواء نظيف علشان يبقى stay healthy علشان يبقى بصحة جيدة. check your understand. يلا نعمل understanding نشوف نفسنا عرفنا أو فهمنا إيه. عندي كلمات هكمل بيها التابل. كربون دايوكسيد الغاز الوحش اللي احنا مش عايزينه. بلود الدم. اكسجين ده اكسجين. اير لونج ووتر جيلز. بوينت اوف كومباريشن ده النقاط بتاعت المقارنه. سيميلاريتي يعني التشابه. ديفرنس يعني الاختلاف. الاختلاف اوكي. The human respiratory system الجهاز بتاع الإنسان والفيش respiratory system. Inhale gas. In يعني داخل بيخش اللي بيدخل مين اللي بيخش؟ oxygen gas. oxygen gas أنا خدت oxygen gas. X جاية من exit يخرج. Exhale الهواء اللي أنا بخرجه زي لما أنا بعمل كده. اعملوا كده يلا معايا. انا كده بدخل هواء انهيل وبطلع هواء اكسهيل. انا بطلع مين؟ الهواء الوحش اللي احنا مش عايزينه. ايوه كربون دايوكسيد. برافو عليكم. كربون دايوكسيد. طب ده هما الاثنين سيميلر يا مس. في الريسبيراتوري الفيش سيميلر والهيومن سيميلر في الانهيل والاكسهيل. طب كاري اوكسجين جاز تو اول ذا بادي بارت. مين اللي بياخد الاكسجين وبيوديه رحله لكل البادي بارت؟ ايوه يا مس انا عرفتها دي البلاد او البلاد فيسلز. برافو عليكم جريد فور. طب الديفرنس الاختلاف. هيومن هاف سبيسز تو انهيل. مين اللي بيخلي الهيومن انهيل الاكسجين جاز؟
أيوة مين؟ اللانج طبعا يا مس، أكيد يا مس اللانج. To inhale oxygen gas from مين؟ from مين؟ بياخدوا من مين؟ أكيد يا مس الأير، إحنا مش عايشين في الووتر. أما الفيش have إيه؟ have gills. To inhale oxygen from إيه؟ from إيه؟ يلا بسرعة قولوا from إيه؟ from water يا مس. But right or false, the importance of gills to fish is like that of lung to human. أكيد oxygen gas reaches بتصل all the parts of the fish body through the blood vessels present in its gills. الأكسجين gas بتوصل في رحلة لكل الجسم بتاع السمكة من خلال البلد فيسلز اللي موجودة في الجيلز. ايه رأيكو؟ ايه رأيك يا محمد؟ اكيد يا مس رايد. كربون ديوكسيد جاز is harmful. harmful يعني ضار. for pus fish and human. pus اكيد يا مس. for pus fish and human اكيد للاثنين، يبقى الايه الانصر بتاعتي رايد. Activity 13 Human change the environment. الإنسان بيغير البيئة. You have studied multiple plant and animal adaptation to various environment. إحنا درسنا إزاي الإنسان والنبات والحيوان بيعمل adaptation في various environment أو في البيئات المختلفة، سواء كانت ال environment دي desert أو كانت polar region أو كانت forest غابات. يا جماعة يبقى احنا اخدنا الـ various يعني بيقصد بيها hot زي الـ desert، polar region فيها snow، او زي الـ forest tropical يعني mild متوسطة. What happened as these environments continue to change؟ ازاي اللي بيحدث للبيئات دي انه بيحصل لها تغيرات؟ If it change occur slowly، slowly يعني ببطء، لو التغيير اللي راح يحدث ده هيكون بطيء، الـ organisms have time هتبقى عندها وقت to adapt انها تعمل adapt تغيير over many generation على مر العصور. ازاي؟ لو انا مثلا مديك انك انت عايز تتعلم كاراتيه، انت عايز انت يا محمود او يا عمر الماما بتاعتك عايزه تعلمك كاراتيه، فبتوديك النادي تتعلم كاراتيه. لو المدة بتاعت اللي ماما محددها لك ان هي تكون طويلة مثلا سنة مثلا تقدر تتعلم فيها كاراتيه، فانت كده ايه التشنج اللي هيحدث هيكون سلولي، انت هتتعلم ببطء، هتتعلم ايه سلولي، فانت كده هتقدر تعمل ايه ادابتيشن، انت كده هتقدر تعمل ايه ادابت. اما نفس الحكاية لو الرابيد، لو التشنج كان رابيد يعني سريع، الـ living organisms cannot مش هتقدر تعمل adaptation. انت لو ماما قالت لك في خلال اسبوع يا عمر لازم تتعلم كاراتيه، هل انت هتقدر تتعلم كاراتيه خلال اسبوع؟ اكيد لا، مش هقدر اتعلم كل المهارات وكل التكنيكس اللي في اللعبة، اكيد انا لازم استغرق وقتي. نفس الحكاية مع الـ animals، لو اللي change occur slowly، لو كان التغيير ده ببطء هتقدر تعمل adapt. اما الهيومن اكتيفيتي لو نشاطات الانسان رابيدلي، احنا صراحه الانسان سريع انه يعمل تشينج ايكو سيستم بيغير البيئه بسرعه اوفر داي او ييرز اند ذيس از رابيد سريعه في التشينج بتاعته، كان كوز ميني اورجانيزمز تو موف انها ممكن تتحرك من مكانها ديس ابير تختفي داي تموت يا عيني اور ايفن بيكم اكستنكت. extinct قولوا معايا extinct يعني ايه؟ extinct يعني تنقرض او تصبح منقرضة، بيتكلم عن الانقراض. ويعني ايه الانقراض يا مس؟ منقرضة او يتنقرض. extinct means that an a living organism ان الكائن الحي is no longer exist on earth. earth هو مش موجود في الايرث بتاعتنا. extinct معناها ان living organism ده مش موجود، not exist مش موجود فين معانا on earth. زي مين تفتكروا؟ زي مين؟ زي الديناصور يا مس، زي الديناصورات يا مس، هي مش موجودة not exist on earth. طيب يبقى احنا اخدنا ان انا عندي two change، انا عندي نوعين من اللي change
نوعين من التشنج، تغيرين، تغير رابت سريع وتغير سلو، وتغير سلولي، تغير سريع وتغير ايه سلول. لو كان رابت يبقى ده ايه بيؤدي الى اكستنكت، انقراض او ضاي او ديسابير. اما لو هو سلولي لا، ده الانيمالز او الليفنج اورجانيزم بتقدر كان ادابت وذ يو وذ ات، بتقدر تتعامل معاه او تتكيف معاه. طب يلا نشوف التشنجز اللي بتحصل في الايكو سيستم. قال لي ان في ايكو يعني في تشنجز بتحصل او بتحدث بسبب الناتشرال نفسها. الناتشرال يعني الطبيعة، ناتشرال الطبيعة يعني بسبب الطبيعة، بسبب الجو نفسه، بسبب الغابة، بسبب الويزر، بسبب الوايد الويند، ده كله بس اسمه some of ecosystem change are caused by the natural itself. الطبيعة هي اللي بتعمل كده، هو ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيعمل كده، بس الإنسان ما تدخلش في كده. إحنا كإنسان كهيومن ما عملناش كده. طب تعالوا نشوف الإكزامبلز اللي هو جايبها في الكتاب. change in temperature، تغيرات في درجة الحرارة. change in temperature، الإنسان ما رفعش درجة الحرارة، ماشي. طب the amount، كمية of rainfall from seasons، كمية سقوط الأمطار بالنسبة لفصول السنة. إحنا برضو ما تدخلناش في كمية rainfall. severe weather events، severe weather events يعني أحداث الطقس القاسية، يعني الطقس أو الوزر اللي هو الجو مثلا لما يكون عندنا تراب كتير وعواصف كتير، أو مثلا لما يكون عندي كمية مطر كتيرة قوي ويحصل فلودز أو يحصل فيضان. يبقى severe weather event يعني أحداث الطقس القاسية أو الجو لما يكون قاسي جدا ويكون في تراب كتير أو هواء كتير أو زعابير كتير. زي الوينز، وينز يعني ايه؟ وينز يعني رياح، وينز يعني رياح، زي الرياح دي من السيفر ويزر ايفنتس. كمان عندي الوايلد فايرز، وايلد فايرز يعني حرائق الغابات، اند فلودز، فلودز يعني فيضانات. وايلد فاير معناها حرائق الغابات، اما الفلودز معناها الفيضانات. تشينج ذا ناتشر، بتغير في الطبيعه. of plants، بتغير في طبيعة البلانتس، أكيد ده هتحرقه الوايلد فاير. that are available for food، اللي هي بتسبب لنا أو متاحة للغذاء. causing increasing والوايلد فاير دي وكمان الفرود والفرودز الفيضانات. increases بتسبب أو decreases أو بتسبب زيادة أو نقص in predators. predators وبراي احنا أخدناهم مع بعضنا لما كنا بنتكلم عن الادابتيشن للانيمالز. البريديتورز يعني المفترسين زي اللايون، والبراي يعني الغلبانة الفريسة زي الجراف. يبقى انا عندي تشينجز، تغيرات. الناتشرال هي اللي مسؤولة عنها، الناتشر اللي هي الطبيعة هي اللي بتحدثها، بتحصل لنفسها، انا ماليش دخل بيها، الهيومن ملهوش دعوة. طب زي مين؟ اول واحدة change in temperature، تاني واحدة the amount of rainfall from seasons، تالت واحدة ال weather event زي ال winds، رابع واحدة ال wildfire and floods change in the nature. اوكي طب يلا نشوف بقى احنا الهيومنز بنعمل ايه او بنعمل changes ازاي. human changes environment، اول واحدة الإيفيدنس، الدليل إن الهيومن أكتيفيتي، نشاطات الإنسان contributes يعني بتشارك to rapid change، إنها تعمل تغير سريع in an ecosystem، في النظام البيئي. ecosystem يعني النظام البيئي. some of ecosystem change، التغيرات البيئية بتتغير are caused by the human activity، عن طريق نشاطات الإنسان. زي مين؟ زي cutting down forests، إن الإنسان بيقطع الشجر. طب هو بيقطعه ليه؟ بيقطعه عشان هو بيدخله في making paper، صناعة الورق،
بيقطعه بيعمل له كات عشان هو بياخده يعمل بيه الفرنتشر، الاساس بتاعك، الكرسي، التشير اللي انت قاعد عليه، التيبل. فكاتنج داون فورسز. طب يا مس، يا مس ثواني يا مس، هو الكاتنج داون فورسز بيقسي الانفايرمنت ازاي؟ انا هقول لك وهشرحها لك بالتبسيط كده، ان احنا لما بنطلع او بنعمل اكسبل، بنطرد السي او 2 او سوري الكربون دايوكسيد جاز، الغاز الوحش اللي انت مش عايزه، الكربون دايوكسيد جاز ده اللي انت بتطلعه بيروح فين؟ التري دي، التري دي او الشجره دي او الفورسز دي بتاخده بتاخده، ده وحش. هي بتستفيد بيه، هي بتستفيد بيه. لما نكبر شويه ونروح جريد 5 ان شاء الله هناخد ازاي التريز دي بتستفاد او الكربون دايوكسيد هيلب بيساعدها. فلما هي بتتقطع الكربون دايوكسيد ده بيفضل قاعد في الجو بتاعنا او في الاير بتاعنا. اوكي، طب عندي كمان بلوينج جراس لاند، هو بيعمل تبوير. يعني ايه تبوير الجراس لاند؟ يعني يا مس بيخلي الحته الزراعه اللي انا زارع فيها، اللاند اللي مزروعه فيها، هو بيحولها لصحراء، هو بيحولها لديزرت. طب ليه بيبني عليها مباني؟ يبقى هو الانسان او الهيومن بيعمل كاتنج داون للفورست، كمان بيعمل بلوينج جراس لاند، بيخلي الارض الزراعيه ديزرت. طب كمان بيعمل ايه؟ introducing plant animals and diseases that were never part of the ecosystems. ده كمان يا مس بيعمل حاجات او بيقدم للبلانت والنباتات وكمان بيعمل لنا diseases، امراض، والامراض دي مش كانتش never part، هي مش جزء من الايكوسيستم. The exhaust from cars and some factors cause air pollution. يعني ايه exhaust يا مس؟ يعني السموك او عوادم، العوادم او عوادم السيارات او السموك اللي طالع ده او اللي خارج. The exhausts from cars من السيارات and some factors وبعض من المصانع causes بسبب الاير بوليوشن. Bad habits العادات السيئة such as throwing waste material in waterways causes water pollution. لما انت تكون ماشي جنب الريفر، النهر، وبتكون معاك البوتل بتاعتك، ازازة فاضية، انت بتروح تعمل لها ايه؟ throwing يعني القاء، انت بترمي او بتلقي ايه؟ الوسط، الفضلات او النفايات بتاعتك في الووتر. ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل water pollution. Watering the soil with polluted water causes soil pollution. ان نحن بنروي، watering يعني بنروي السويل، التربة بتاعتنا polluted water، مية ملوثة، ده بيعمل soil pollution. يبقى الانسان بيعمل ايه؟ الانسان بيعمل cutting للforest، cutting down للforest، بيعمل plowing grassland، بيعمل diseases للanimal والplants، بيعمل exhausts من الكارز وكمان من الفاكتورز، بيعمل bad habits زي throwing wastes، بيعمل water pollution، بيعمل watering the soil، بيسبب soil pollution. Plants and animals are affected. النباتات والحيوانات are affected، بتتأثر by change in an ecosystem caused by human، اللي بيعملها الإنسان. When air and water and soil، لما الهواء والمية وكمان التربة get polluted، يتلوثوا. Some animals can survive، ممكن بعض الحيوانات survive، تعيش. By moving to another ecosystem، ان هي تروح او تنتقل لانذر ايكوسيستم، لنظام بيئي تاني. To find what they need، اللي هي محتاجاه، هتسيب المكان اللي هو حصل له بوليوشن وتروح لمكان تاني، another ecosystem. طب ايه الفرض التاني؟ Plants depend on their seeds، البلانتس بتعتمد على seeds، واحنا قلنا seeds معناها بذور. To land in a better place، انها تنمو في مكان افضل. For them to survive and grow، ان هي تنمو وتنمو اكتر وتعيش. Human are also affected by change، كمان عندي الانسان بيتأثر بال changes، بالتغيرات in an ecosystem، مش بس ال plants and animals، لا ده كمان احنا ال humans بنتأثر بال changes. Air pollution، تلوث الهواء اللي بيسمى smog makes، بيعمل the human hard to breathe، بيخلي الانسان من الصعب انه يعمل ايه؟
breathe يعني يتنفس. يبقى الـ air pollution makes the human hard to breathe. انت لما بتعمل breathing وبتشم شوية smoke دخان بتفضل فترة ايه تكح، فالكحة دي بتاعتك دي صعوبة انك انت difficult to breathe، صعوبة في التنفس. water pollution كمان تلوث المية make the human hard، صعب انه يوجد ايه to find clean drinking water، انه يلاقي مية نظيفة ايه drinking يشربها. air and water and soil pollution تلوث الهواء والمية والتربة make the crops المحاصيل cannot grow، ما بيقدرش المحاصيل الزراعية ما بتقدرش ايه تنمو. ده كله affected change للهيومن. نوت، لاحظ هنا بيقول ان البيبول الناس اللي هم ليف ان سيتيز اللي عايشين في المدن، والمدن دي مثلا يعني فيها فاكتورز مصانع كتير، والمصانع الكتير بتعمل لي اكزوست عوادم او سموك دخان، فبيبقى عندهم اير بوليوشن تلوث كتير بيج كبير، فبيعمل لهم مشاكل، بيعمل لهم بروبلمز في البريثنج، وبيسبب لهم دامج ذا لانج، بيسبب لهم لا قدر الله تدمير في اللانج في الرئه بتاعتهم، وبيسببهم بيسبب لهم ديزيز اسمه ازما اللي هو مرض الربو، ان الانسان ما بيقدرش يتنفس ازما اند هيرت بروبلم، وكمان بيسبب لهم مشاكل في القلب. The role of human to help restore ecosystem. ايه دور الانسان؟ رول يعني دور الانسان، انه يساعد انه يستعيد restore يستعيد الايكوسيستم النظام البيئي. الهيومن المفروض يعمل ريبلانتينج. ريبلانتينج يعني يعيد زراعة the cleared forest، يعيد زراعة الغابات. Removing يزيل the بوليوتنت الملوثات اوف اير اند ووتر، يشوف الملوثات دي اللي بتسبب التلوث بتاع الاير اند ووتر ويعمل لها ريموفينج. نمبر 3 بيعمل ريزيرفينج بلانتس اند انيمال ان ذيس ايكوسيستم، وبيحافظ على الحيوانات والبلانتس في الايكوسيستم اللي احنا عايشين فيها. نوت، بلانتس اند انيمال ذات ليف ان ان ايكوسيستم ماي هاف تو تشينج ذير بيهافير in order to survive. ممكن البلانت والانيمال يعمل اللي معايشين معايا في النظام البيئي ممكن يعملوا تشينج في البيهيفيرز، ممكن يعملوا تغير سلوكي. ازاي؟ This is due to the human activity that changes the ecosystem. So plants and animals may undergo structural and behavioral adaptation in response to change in the ecosystems. يعني ممكن البلانتس والانيمال زي ما بيعملوا structural زي الجيلز اللي موجودة في الفيش، ممكن كمان يعملوا behaviors، ممكن يعملوا behavior adaptation عشان يتغلبوا على changes اللي بتحدث في الانفيرومنت اللي هم موجودين فيها او الايكوسيستم اللي هم موجودين فيه. طب check your understand wildfires حرائق الغابات and floods والفيضانات cause change in some properties of an ecosystem. اكيد اكيد بيحصل change للايكوسيستمز بسبب الwildfires and floods. water pollution تلوث الماء affect fish بيأثر على السمكة على السمك but doesn't affect human and plant. فكروا كده، الووتر بوليوشن بيأثر على الفيش عشان هي بتعيش بس فيه وما بيأثرش على الهيومن اند بلانت. جاوبوا، لا اكيد الانسر بتاعتي رونج، برافو عليكم جريد فور، اكيد هيتأثر، اكيد الهيومن والبلانت هيتأثروا بالووتر بوليوشن. هيومن ماست كيب اير، الهيومن لازم يحفظ الهواء والووتر اند سوين كلين. اكيد اكيد لازم نحاول ان احنا نحافظ او نكيب نحفظ الاير والووتر والسويل كلين. وبكده نكون خلصنا لسون 5، واستنوني في لسون 6 ان شاء الله، وكمان استنوني في سولفينج حل شيت لسون 5. اشوفكم على خير، جريد 4، مع السلامة، باي باي.